طيب خلينا دلوقتي نروح لمنى وتقولنا اخر اخبار بقى الرياضه المحليه والعالميه. منى متهيألي في اخبار رياضيه كتير، واحنا كمان منتخبنا في كمان اخبار. ده في اخبار كتير النهارده، المنتخب واخبار صلاح امبارح، في حاجات كتير قوي هنتابعها النهارده. اتفضلي يا منى. شكرا ليكي جمانه. صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم من جديد مع جوله من اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. امبارح كلنا كنا بنتابع حفل توزيع جوائز ذا بيست لعام 2021 في زيورخ في سويسرا، واللي كان طبعا بينافس فيها على اللقب للمره الثانيه نجمنا العالمي محمد صلاح مع الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ. طبعا للاسف محمد صلاح ما حلفوش الحظ وحصل على المركز الثالث. الجائزه حصل عليها روبرت ليفاندوفسكي. كمان بكرة إن شاء الله المنتخب حيواجه منتخب السودان في الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون زي ما قلنا في الأخبار من شوية. خلينا عشان نعرف تفاصيل أكتر ونعرف الكواليس نرحب بالأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كورة. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير لكل السادة المشاهدين. طبعا امبارح قاعدين بنتابع ايه اللي بيحصل في جايزه ذا بيست للمره الثانيه، صلاح بيترشح وللمره الثانيه صلاح بياخد المركز الثالث. عايزين نفهم بقى ليفربول السبب ولا النتائج اللي حصلت والموسم اللي فات 2021 وعدم توفيق ليفربول وخروجه كده ايديه فاضيه من اي منافسات، ده اللي ما ساعدش صلاح ان هو يترشح لمركز افضل بكتير؟ ربما ربما ان طبعا ارقام ليفاندوفسكي تكون افضل من ارقام كريم. انا مش سامعاك خالص، عذرا في مشكله في الصوت. كده كويس؟ صوت كده كويس؟ يعني افضل بس برضه لسه الصوت ضعيف. كده الصوت كويس؟ كده افضل بكتير، اتفضل. تمام، بقول ان ارقام ليفاندوفسكي افضل من محمد صلاح، كمان البطولات اكيد ان محمد صلاح ما حققش بطولات مع ليفربول السنه اللي فاتت، امر اثر على اختيارات المدربين واختيارات يعني كباتن الفريق وكمان كمان الجزء بتاع الاعلام. احنا عارفين ان الجائزه منقسمه الى اربع اقسام، 25% من كل من الجمهور والكباتن والاعلام والمدربين. محمد صلاح انا ما احسش ان هو يزعل لو ليفا هو اللي كسبها، لان ليفا فعلا مقدم اخر موسمين بشكل مميز جدا 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 جدا. انا كنت ممكن يعني ازعل شويه لو كان ميسي، لان ميسي ربما ما يكونش قد المردود اللي انا اشوف ان هو يتوازن مع محمد صلاح، حتى لو بعض الارقام ميسي تفوق فيها على صلاح، لكن انا اشوف صلاح كان مستواه واهدافه مؤثره قدام فرق قويه وقدام وكمان كان حاسم دي بالنسبه للمدافع. اشوف محمد صلاح برده ما يزعلش، يعني ان خلاص ان شاء الله باذن الله احنا بنقرب شويه، يعني اعتقد يعني ربما تكون دي السنه الاخيره لميسي ان هو ممكن يوصل فيها للشورت ليست، واعتقد ان محمد صلاح اذا ثبت على المستوى اللي بدا بيه الموسم ده او السنه دي اعتقد باذن الله يبقى مرشح بقوه للحصول على الجائزه السنه الجايه. يمكن لو دخلنا اكتر بطولات مع منتخب مصر او لو قدرنا نحقق بطوله قاريه مع منتخب مصر ده ممكن يكون داعم لصلاح في المنافسات الجايه، او فكره حصوله على اي القاب في الفتره الجايه ممكن يدعمه في ترشحه للقب في ذا بيست بعد اربع سنين تاني. اكيد طبعا، يعني اداء اللاعب مع المنتخب الوطني بيضيف له كتير مع ادائه مع النادي. احنا اكيد طبعا اداء الفريق اللاعب يعني مع النادي بيبقى ظاهر طول الموسم، بس هو الفكره طبعا ان منتخب مصر يعني ما كانش عنده استحقاقات يعني رسميه في الفتره دي زي مثلا ما كان ميسي عنده كوبا امريكا مثلا يعني. فانا اعتقد ان شاء الله يعني كلامك صح، وباذن الله محمد صلاح يقدر يحقق مع منتخب مصر خلال السنه، يعني احنا بنتكلم في سنه هو بدأ في الامم والحمد لله يعني الوضع بيتحسن شويه للمنتخب عن البدايه، وعندنا برضو التصفيات النهائيه للمونديال وعندنا مونديال اخر السنه، فان شاء الله باذن الله الوضع لمحمد صلاح مع المنتخب بيبقى افضل عن السنوات اللي فاتت. احنا عنا على ان صلاح يبقى تاني لاعب من بره افريقيا ومن بره اوروبا، من بره عفوا اوروبا وامريكا، ان هو يحصل على لقب ذا بيست بعد طبعا جورج وايا 95. هل
نقدر ندعم صلاح ازاي اعلاميا، او نقدر ندعم صلاح في التشجيع اكتر؟ لانك زي ما كنت بتقول تقسيم الجائزه لاربع اقسام، ممكن ندعم في اقسام اخرى اذا لم يتاح لصلاح يعني الحصول على القاب مع ليفربول. هو يعني بنسبه كبيره جدا يعني وصول صلاح للشورت ليست، يعني اعتقد هو بالنسبه بتاعت 25 هي فيري شورت ليست، فكره انهم ثلاث مرشحين فقط ده رقم حقيقي متميز يعني. اعتقد هو يعني خد نسبه كبيره منها، يعني هو ممكن ربما التصويت بتاع يعني كباتن الفرق والمدربين هو ده ربما يكون اللي قلله شويه عن المنافسين، لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله السنه الجايه اكيد مع كل الدعم بتاعنا وكل الدعم الجمهور على السوشيال ميديا. ما اعتقدش في استفتاء بيطلع على السوشيال ميديا في محمد صلاح في اي حد تاني بيكسبه، فبالتالي ان شاء الله باذن الله باذن الله الدعم موجود. يتبقى زي انت حضرتك اتفضلتي وقلتي محمد صلاح مع المنتخب. طيب التويتس امبارح اللي كانت عماله تتحرك كده بين وكيل صلاح رامي عباس وبين احد الصحفيين الانجليز، كان في كلام كده موجود ان ده ممكن يكون مؤشر ان الامور مش طيبه جدا بين صلاح وبين ليفربول، وان قد يحدث عدم تجديد للعقد، هل ده وارد خصوصا بعد النتائج الاخيره لليفربول؟ طبعا التويته اللي رامي عملها لفابريزيو، وفابريزيو واحد من اشهر طبعا الصحفيين الموجودين في اوروبا اللي بيغطوا خصوصا موضوع انتقالات اللاعبين واللي يملك الكواليس والكمان اللي عنده، يعني دايما فابريزيو مشهور بان هو بيبقى اول واحد بيقول او بيتنبا بانتقال لاعب من نادي كبير لنادي كبير تاني. فطبعا انا في وجهه نظري رامي ما كتبش التويته دي هراء، وحته ان هو يقول لحد كل سنه وانت طيب او بيرحب يعني بيهنيه بالسنه الجديده بعد مرور ما يقرب من اسبوعين على بدايه السنه، طبعا ده امر مش جاي كده صدفه، وانما اعتقد هو رساله خفيه، لانه واضح ان ربما يعني كل التقارير اللي دايما ليفربول بتقول ان اداره ليفربول عندها مشكله اللي طلبه وكيل محمد صلاح، وكيل محمد صلاح طلب راتب يقترب من 400,000 جنيه استرليني في الاسبوع، وهو يخليه تاني اعلى راتب في الدوري الانجليزي يعني رونالدو اللي بيتقاضى حوالي 500,000 استرليني في الاسبوع مع اليونايتد. فاعتقد ده ربما هو اللي عامل ازمه، لان برضه ليفربول ربما يكون اسم كبير ولكن على المستوى الفاينانشال او المستوى المالي ما يقدرش فعلا يدفع كم من الرواتب، لان برضه ليفربول اقوى من الانديه اللي في انجلترا اللي كانت دايما بتطلع لعيبه وتوصل بيها لمستوى معين بعد كده تبيعها. ليفربول ما عندوش القدره الماليه زي مان سيتي مثلا في الوقت الحالي ان هو يقدر يدفع رواتب عاليه لسنوات طويله. فاعتقد تويته رامي عباس بتشير لحد كبير ان ربما كل المفاوضات وصلت لنقطه ملهاش علاقه ان شاء الله. طيب يعني قبل ما نختم يعني لقائنا كده سريعا، ايه اللي هيحصل بكره؟ كيراش لا يتوقف عن مفاجاتنا كالمعتاد، لكن المفروض ان مباراتنا بكره قدام السودان تكون اوراق فنيه كده كيراش مجهزها ومعروفه بالنسبه لنا، متوقع ايه اللي يحصل بكره؟ في وجهة نظري الشخصية أشوف المباراة يعني المفروض إن هي سهلة بالمساحة اللي تدي كيروش، لو هو حتى عايز يعمل اختراعات في التشكيل ما فيش مشكلة، مش يعني في فجوة في المستوى الفني بيننا وبين المنتخب السوداني، ولكن أحب أتمنى إن هو يشتغل صح من دلوقتي، لأن إحنا يعني لحد ما يعني لنا بصيص من الأمل في المشوار بتاعنا، لانه خصوصا بعد هزيمه الجزائر خلاص تاكد ان مصر عمرها ما هتلاعب الجزائر في دور 16. اتمنى بس ان هو يفكر في الدفع بزيزو من البدايه بدل من عبد الله السعيد في مركز نص الملعب، اعتقد ده امر هيسهل له حاجات كتيره خصوصا في الشق الدفاعي ورا صلاح لما ما بيرجعش محمد صلاح للدفاع. أكيد. كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كورة، شكرا جزيلا على مداخلتك، وشكرا جزيلا على توضيحك لنقط كتير جدا احنا كنا محتاجين نعرف عنها شوية تفاصيل.